بسم الله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى. تو ننتقل إلى آية 32 من سورة فاطر ذو كرياتور. يقول مولانا في آية 32: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، احنا غلبنا ظالمين أنفسنا، ومنهم مقتصد لي جون دو ليكيتي، ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. احنا عز ناس فينا هما الخيرات سابقون، موجودة في آية أخرى بإذن الله، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. بينصير ما نجم نكونوا سابقين بالخيرات إلا وقت يأذن لنا ربنا، في كان تكون نيتنا نية إصلاح وتجاوز، وكما تكون أنت ما نحاسبوش الناس لأن الحساب هو على الله، بل نحذرهم قل لهم راكم مش الطريق الصحيح. وموجود في القرآن كيفاش ضعاف الشخصية ولو كانوا شيوخ متقدمين في السن، يعني إذا كانوا ضعاف الإيمان. وحدث أن في مجلس يقال ما لا يجوز قوله، بما أنهم ضعاف ما يعرفوش يميزوا بالمليح ماذا يجري في من خطابات في المجلس هذاك. ربي يقول لك قوم لا تكون شريك، لأنك أنت ستكون متقبلا هينا تصدق كل ما ظهر من كلام هؤلاء المغرضون، كلام هؤلاء المغرضين. وكذلك صغار السن ربما هذا سبب من أسباب النزول، صغار السن ما يزموش يكونوا في مجلس أعلى الكبار، ما نتركهمش يعبث بهم العابثون اللي يقتل يرسلوا خطابات معينة يقصدون بها تضليل هؤلاء المغفلين. والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته ورضوانه.